من كييف مراسلنا عامر العروقي ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتطورات الميدانية وآخر المستجدات. معك عامر. نعم ميشيل، بالفعل الليلة الماضية شن الجيش الروسي هجوما باستخدام الطائرات المسيرة وأيضا باستخدام صواريخ كروز. الجانب الأوكراني قال أنه أسقط جميع الطائرات المسيرة والتي بلغ عددها 21 طائرة إضافة إلى 3 صواريخ. هذه الطائرات والصواريخ كانت تستهدف الجزء الجنوبي من أوكرانيا وتحديدا منطقتي ميكولايف وأوديسا والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة خيرسون. أما فيما يخص بيانات الجيش الأوكراني فيما يتعلق بجبهات القتال الممتدة من شرقي إلى جنوب البلاد، الجيش الأوكراني قال أنه خلال 24 ساعة الماضية وقع قرابة 87 اشتباكا بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، وأن الجانب الروسي نفذ قرابة 80 غارة جوية على نقاط لتمركز القوات الأوكرانية، إضافة أيضا لإطلاقه 14 صاروخ على مناطق لتمركز القوات على طول خط الجبهة. وهذه المؤشرات والأرقام الكبيرة تدل على اشتداد المعارك في المناطق الشرقية وتحديدا في منطقة أفديفكا. كل المعلومات تشير بأن الجيش الروسي ربما بات أقرب لمحاصرة هذه المدينة، لكن الجيش الأوكراني ما زال يؤكد بأنه يتصدى لمحاولة الحصار من 3 جهات لمنطقة أفديفكا. وأيضا أضاف الجانب الأوكراني بأنه تصدى لقرابة 27 هجوما للجيش الروسي على منطقة أفديفكا. أما في المناطق الأخرى وتحديدا المناطق المجاورة لمنطقة أفديفكا، أفاد الجيش الأوكراني بأنه تصدى ل17 محاولة للقوات الروسية للتقدم في منطقة محاور باخمود. الجانب الأوكراني أيضا قال بأنه نفذ عدد من الغارات على نقاط لتمركز القوات الروسية على طول خط الجبهة وتحديدا في المناطق الجنوبية في منطقة خرسون خاصة، وأن الجانب الأوكراني حقق بعض النجاحات في المناطق الجنوبية في الأسابيع الماضية. ميشيلا، شكرا لك عامر العروقي مراسلنا من كييف.